ازيكم يا اصحابي، وحشتوني قوي. عاملين ايه؟ النهارده هنتعلم حرف جديد وهو حرف الب. تعالوا بقى ندور فين حرف الب. حرف الب، حرف الب، اهوت لقيناه. تعالوا بقى هنشوف هنعمله بلون الايه. بلون يا اصدقائي، بلون الاحمر. واو، تعالوا بقى نفتحه كده ونشوف. الطين الصلصال عامل ازاي؟ الله، ده جميل قوي. بصوا عامل ازاي. تعالوا بقى نفرده مع بعض كده. وتعالوا نجيب الطبق الكبير بتاعنا اللي هو البه. جميل قوي. بصوا عامل ازاي. واو، تعالوا بقى نجيب النقطة بتاعتنا علشان نعمل النقط. تعالوا نفردها كده. تعالوا كده يا أصحابي نعمل النقطة. الله، طلعت لنا نقطة حلوة قوي. يبقى يا أصحابي حرف الب عبارة عن طبق كبير ونحط النقطة من تحت. الله، طلعت شكلها حلو قوي. اوعوا تنسوا حرف الب هو الحرف الثاني من الحروف العربية اللي بتتكون من 28 حرف. واوعوا كمان تنسوا ان حرف الب عبارة عن طبق كبير وهنحط من تحت النقطة. برافو عليكم يا اصدقائي. واو.